اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه بنرحب بمعدتنا، معده الفريق الاول لكره الطائره سيدات واحسن معده في افريقيا. البطوله اللي فاتت خلصت منذ ايام. سهيله وفيه، اهلا بيك يا سهيله. اهلا بحضرتك، ازيك؟ عامل ايه؟ النادي الاهلي. ربنا يخليك، شكرا. بنستنى لما تيجي من امريكا عشان تنورينا. ده شرف ليا والله. شكرا. لا شرف لينا، وانت جاي النهارده بقى منورانا بلقب احسن معده في افريقيا وتستحقيه عن جدار. ربنا يخلي حضرتك، شكرا قوي. كلميني عن ظروف مشاركتك في البطوله. يمكن احنا قلنا مش هتلحقي، هتلحقي، وكان في كلام كتير عن الموضوع ده. ايه اللي حصل وازاي لحقت البطوله؟ دي حقيقه، انا كنت عندي ماتشات هناك. السيزون بتاعي في السبرينج بريك كان المفروض عندنا ماتشات برضو. بعدين جت بالصدفه يعني البحثه ان احنا خلصنا بدري، وبعدين اتكلمت معاهم ان انا في افريقيا في مصر وكده، وقدمت عليها يعني بشكل رسمي هناك، والكابتن بتاعي وافق والاتحاد هناك وافق. فلما هم وافقوا اجلوا لي امتحاناتي بتاعه السمستر نفسها. برافو. اخدت جزء منها بدري، يعني الدكاتره كانوا متفاهمين قوي ان انا نازله وعندي بطوله وكده. الجمال ده. وجزء تاني اخدته اونلاين. برافو. برافو. يعني بص، بيساعدوك ازاي؟ لا ساعدوني بصراحه بكل حاجه، يعني حتى الامتحانات بتاعتي كانت اوفيشالي المفروض ان بيرسون، ان انا اروح هناك بالزبط. اخدها في الجامعه مع الطلاب مع كل حاجه. الدكاتره اول لما عرفوا ان هي بطوله افريقيا وان هي حاجه يعني يونيك لازم ان انا حاجه نفسي اعملها او كده، قالوا لي ما فيش اي مشكله خالص، احنا لو انت تقدري تاخديها بدري احنا ممكن نعمل نديك الامتحان بدري لوحدك. وده جزء من الدكاتره. والجزء الثاني قال لك ما فيش اي مشكله خالص، احنا ممكن ندولك اونلاين. فكانت بصراحه شوفي بيساعدوا الناجح عشان ينجح. ايوه دي حقيقه. يعني امانه، يعني بصي ساعدوكي، كانت النتيجه ايه؟ الكاس اللي احنا شايفينه. دي حقيقه. يعني هم حتى كلموني قالوا لي احنا يعني فخورين قوي ان احنا عملنا كده معاكي، يعني احنا مش زعلانين خالص ان احنا عملنا كده. بعت لهم الصور، هم كانوا متابعين. ايوه اي، كانوا بيتفرجوا على الفاينل، اكشلي السيمي فاينل والفاينل اتفرجوا عليه. برافو، دي حاجه حاسه انت بالفخر جدا جدا. خلي بالك يا سهيله، انت قصه كفاح على قد سنك الصغير، بس انت قصه كفاح. يعني انت خليني اتكلم بكل امانه، كنت قبل ما تسافري امريكا ما كنتيش اساسيه. دي حقيقه. وسفرك الاساسي لامريكا برغم غربتك وبعدك عن مامتك اللي انت متعلقه بيها جدا، باباكي واسرتك، كان عشان ده. صح. صح ولا غلطان؟ صح. صح جدا. ان انا اخد فرصه يعني. انا كنت واخده قرار ان انا اسافر امريكا دي اعمل حاجه هناك. اولا اخد فرصه ان العب واثبت نفسي في حته تانية، وان انا اخد حته ان انا ابقى في الملعب وقت اكبر، مشاركتي في الملعب وقت اكبر. وده حصل يعني الحمد لله. لما اخدت الفرصه هناك كسبنا الدوري، واخدت يعني الحمد لله جوائز فرديه يعني. فلما ده اداني خبره كبيره قوي، حتى لما نزلت لعبت معاهم كاس مصر قبل بطوله افريقيا، كنت نازله يعني واثقه بقى من نفسي، وكنت حتى شكل يعني تفكيري تفكيري مختلف تماما في الملعب. السنه اللي فاتت لما رجعتي برضو الناس حست بالفرق. دي حقيقه. ده هتلاقي اكتر واحد زعلان دلوقتي كابتن حمدي الصقر. انت راجع للجامعه صح ولا لا؟ ايوه طبعا عايزك معاه، عايزك معاه. طب دي اخر دراسه ليكي؟ نفسي. دي لسه قدامي سنه ونص، قدامي تو سيزونز هناك. تو سيزونز. قدامي سنه ونص، ثلاثه سمستر مظبوط ولا بالظبط؟ بس اكشولي هيبقوا يعتبروا موسمين هنا. بالظبط. هيبقى ترجمتهم موسمين. وموسمين، لا هو اكشولي موسم بس واحد. موسم واحد هنا. وموسمين هناك. يعني موسمين هناك بس هيفوتك موسم واحد هنا. وموسم واحد هنا. طب هسالك سؤال، يعني انت حابه يعني تخلص التجربه دي ترجعي تاني النادي الاهلي، ولا حابه تكملي مثلا احتراف، تشوفي فرقه، تكملي في دوري هناك، تكملي حاجه في امريكا؟ بص انا مش هكدب على حضرتك، انا جاي لي من دلوقتي كذا عرض من اوروبا. بس لسه مش عارفه بصراحه الدنيا هتمشي معايا ازاي يعني لما فين اخلص. مش عايزين اسامي انادي النوادي، بس قولي لي مثلا ايطاليا. ايطاليا ده دوري جامد. جاي لك فرصه هناك. وهم بس بيتهيألي بينتظروا لما تخلصي الدراسه. لازم. بس عينهم عليك. هو كل حاجه هناك بتنزل على الانترنت. لما حد يعني كل ماتش الهايلايتس بتاعته بكل حاجه بتنزل على صفحه الدوري هناك. بكل اللعيبه بكل الاسامي وكده. فلما اخدت كاس احسن بصيره السنه اللي فاتت كلموني على طول بعدها باسبوع كده، قالوا لي انت قدامك قد ايه وانت عندك كام سنه وكده. فابتدوا يتكلموا معايا يعني كذا كذا نادي وبتاع. النوادي نفسها ولا وكلاء؟ النوادي نفسها. الانديه نفسها. بس بقى فانا يعني لسه ما قررتيش. لسه لازم كده كده لازم اخلص جامعتي. بالظبط. لازم اخلص جامعتي. وبعد كده تاخدي قرارك اذا كنت هتروحي. بالظبط. بس اقول لك بامانه يعني طبعا الدوري الايطالي ده حاجه تحفه طبعا. كل المقاييس يعني، وانت تستحق على فكره. يعني ارقامك خلي بالك، احنا جبنا ارقامك وما شاء الله الارقام عظيمه جدا. يعني ارقام سواء وانت هناك في امريكا او لما جيت
رجعت مصر ولعبت بطوله افريقيا او الكاس، ارقامك بجد جيده جدا. شكرا. يعني يمكن الباصات بتاعتك بتترجم لضرب بشكل معين، في ارقام في الداتا فولي، في تطور كبير جدا في 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 ادائك. الحمد لله. طيب في جامعه في امريكا بيقولوا لك ايه؟ خاصه لما رحت اول سنه انت ما كنتيش الاساسيه. دي حقيقه. احنا لما كسبنا الدوري السنه اللي فاتت الكابتن حس ان هو دايما مركز المعد تقدر تتحكم فيه شويه، انك تسرع اللعب عموما. صحيح. يعني هم عندهم امكانيات هناك ضريبه كويسه وكده، فانا فاكره كويس قوي احنا اول لما كسبنا الدوري الكابتن بتاعنا حط هناك خطه ان احنا هنسرع اللعب جامد قوي، يعني في الفرقه هنلعب اسرع بما اننا بقينا ننافس والدنيا كويسه قوي معانا، فاحنا عايزين بقى ننافس في مستوى اعلى. فاكر لما احنا كسبنا الدوري، فلما بتكسب دوري كل اول دوري بيخش بطوله هناك اسمها NCAA Championship. احنا لما دخلناها خسرنا فيها. كانت فرق منافسه قويه جدا جدا. لما هو حط السيستم دوت احنا لعبنا في السبرينج بريك التشامبيون بتاع NCAA Championship دي. لعبتوها السنه دي كمان؟ لعبناها السمستر فات على طول بعد ما كسبنا الدوري وكده، وبعد ما البطوله خلصت وبتاع. لما هو حط السيستم ده احنا رحنا خسرنا منهم 3-1. فده كان اصلا لوحده انجاز جدا جدا. في بروجرس في المستوى، يعني انتوا السنه اللي فاتت شاركتوا بمستوى اقل، السنه دي شاركتوا بمستوى احسن. يعني فرقه زيها كسبونا او يمكن اقل منهم كمان كسبونا 3-0. لما رحنا لعبناهم وطلعنا معاهم 3-1 والجيمات مقفوله، الكابتن بتاعهم كان مذهول، انتوا ازاي كده يعني. انت عارفه الجميل في ايه كمان؟ ان اللعب السريع ده مين اللي معتمد عليك انت بالظبط؟ ضرب سريع على الشبكه بالظبط. هو بقى مسكني لوحدي 3 شهور بتوع من شهر 1 لحد شهر 4 ما بيعملش حاجه معايا غير ان هو بيمرني على الكره السريعه دي. يعني ما كل اللي في دماغنا ان احنا هنمرن اسرع عشان الفرقه تبقى اسرع، فمسكني لوحدي بقى. فسهيله اللي هتبقى اسرع بالظبط كده. انا اللي شلت الموضوع كله، انا اللي شلت الموضوع كله فعلا. يعني هم هو دي حقيقه. انا كان بياخدني قبل التمرينه كل يوم، لو احنا تمرينتنا ساعتين انا كنت لوحدي بتمرن 3. هو لازم سهيله تيجي قبل التمرين بساعه علشان احنا هنتمرن لوحدنا. خلي بالك برضو، ما هو ده يعني ده اداني يعني علاني جدا جدا كبصيره، وفهمني اكتر تكتيكات الملعب. يعني طبعا. امتى اسرع الكوره، امتى ابطئها، امتى ارفع لده، امتى يعني امشي اللعب ازاي. بس انا بلاحظ حاجه تانية لما اتفرجت على الماتشات، في حاجه تانية اتقدمت عندي جدا، الاستقبال. ان انا يعني استقبالك للكور، يعني الدفاع لما الكوره بتجيلك بتستقبليها، استقبالك زاد. يعني بقيتي عندك سرعه بديهه اكتر. ايوه سرعه. ايوه صح ولا لا؟ هي لان اللعبه هناك سريعه قوي قوي، ف وهنا ابطا، فانت بقى ابطا سيكه. دي حقيقه. فانت بالنسبه لك فرق سرعات. مع ان عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا لما رحنا افريقيا دي احنا مفيش ماتش لعبناه في افريقيا دي سهل. من اول ماتش انا بيبي الكيني كمان. يا انا بيبي الكيني ده كان مع ناس فيزيكالي عاليه، يمكن اعلى من هناك كمان. ده كان فيهم ولد بنت، يعني مش عارف حضرتك تقدر عارف الموضوع ده؟ هو بدنية زي الولاد بس هو بنت. لا هو كان متحول من ولد لبنت. وكنا بنلعب ولد، يعني حتى صوته ولد، عضليا ولد، كل حاجه ولد. ده في الانابيب الكيني. وكسبناهم. كانت حد قال كده في التليفون معانا. دي حقيقه. فمفيش ماتش لعبناه سهل، ومفيش ماتش كان اللي هو ماشي احنا داخلين عارفين احنا كسبانينه، لا خالص. يعني انا افهم من كلامك ان المستوى انت شايفاه عالي كمان. مستوى افريقيا المره دي عالي جدا، مش عالي بس يعني. والغريبه اللي فاز بيها اللي هو البنك الكيني. البنك الكيني فاز بيها لوجود اشخاص، مش عارف حضرتك تعرف ولا لا، بس هم جمعوا الانديه كلها بتاعت كينيا بالظبط وحطوها في نادي واحد. فاحنا كنا المره دي بنلعب منتخب كينيا اكتر من ان احنا بنلعب فرقه او نادي من كينيا. طب انت شايفه لو كان معانا محترفه او اتنين كنا ممكن ننافس؟ بس جيب محترفات بجد. انا شايفه ان لو المحترفه اللي كانت معانا كان ممكن نكسب خاصة مرتاح، خاصه النتيجه ماشيه اكوال خالص، نكسب مرتاح. يعني انتوا خدتوا شوط، والاشواط اللي خسرانينها انتوا خدتوا شوط مريح. دي حقيقة. 25-11 دي حقيقه. بس الاشواط الباقيه قريبه جدا، كلوز جدا. دي حقيقه دي حقيقه. فبتهيألي وجود لاعيبه كانت تفرق. طبعا وجود حد معانا ينافس من حاجه غربي او من يعني فكر تاني كانت هتفرق معانا. طيب قولي لي، يعني انت نزلت امتى لمصر وقعدت لغايه امتى؟ برضه نعرف الساده المشاهدين، وهترجعي امريكا امتى، وعندك ايه اللي جاي؟ انا نزلت مصر اخر رمضان. شاركت معاهم اسبوعين المعسكر اللي كان بعد رمضان على طول، وبعدها سافرنا افريقيا، وبعدين احنا لسه راجعين اهو، هشارك مع منتخب مصر ان شاء الله في بطوله. انت كان في ماتش الجزائر امبارح لعبتي؟ لا ما لعبتش. لا ان شاء الله بكره. بكره معاهم. بكره معاهم. انا داخله معسكر النهارده. داخله النهارده معسكر فين؟
في اكتوبر هنا برضه. اكتوبر ده قريب جدا. حلو حلو، مش هنعطلك. لا لا. طيب والمدير الفني اللي معاكم مين في المنتخب؟ كابتن احمد فتحي. احمد فتحي اه طبعا عارفه، لو كان ماسك نادي الصيد قبل كده. بالظبط. وهو انتقل كمان نادي الزمالك. نادي الزمالك دلوقتي. ايوه ايوه بالزبط. عارف اه، هو اللي ماسكه. أيوة. طب هل المدير الفني الاجنبي اللي ماسك الفريق الاول بيجي يبص عليكم، ولا ده حاجه ودي حاجه ثانيه؟ كابتن ماركو. اه كابتن ماركو مع كابتن احمد فتحي برضو بيجي. بيجي بيجي وقاعد يعني هناك بيتفرج وبتاع وبيشوفه كده. طب انتوا عندكم بتوع بحر ابيض متوسط مجموعتكم مين، عارفاها؟ مش عارفاها قوي، بس تقريبا معانا فرق من افريقيا يعني، برضو جزائر تقريبا تبقى معانا في مجموعه، ومش متاكده بصراحه برضو، بس معانا يعني مجموعتنا كويسه ان شاء الله. تالي دي برضو هتبقى مذاعه وهتبقى حلوه ليك هناك في الجامعه يا رب. اه دي حقيقه. وهتبقى بتلعبي مع دول اوروبا بقى، دي مش حقيقة. افريقيا دي يعني. حقيقة. يعني دي هتفرق معاكي جدا. تفرق جدا از اكسبيرينس برضه. وكمان انت لعبت بالمستوى ده خلاص، بالظبط لعبه بالمستوى ده والسرعه دي. بالظبط. فده بيتهيألي ان شاء الله نتمنى لك فيها حتى تأدي يعني بشكل جيد يعني. يا رب. طيب قولي لي نفسك في ايه؟ نفسي في ايه؟ طبعا كان نفسي ان احنا ناخد افريقيا جدا يعني، دي كانت حاجه من الحاجات الجولز بتاعتي السنه دي ان احنا ناخد افريقيا يعني، بس هو ما كانش فيه نصيب يعني الحمد لله. ونفسي جدا احنا ان شاء الله ناخدها بقى السنه الجايه باذن الله يعني. نفسي ان احنا نعمل حاجه مع المنتخب، نفسي ما نروحش تمثيل مشرف، احنا فرقتنا كويسه، ويمكن فرقه الاهلي كلها اللي كانت في بطوله افريقيا راحت المنتخب، فان شاء الله ان شاء الله يعني نعمل حاجه كويسه هناك. بس طب على المستوى الشخصي بقى يعني دلوقتي قلت كل ده نفسي مع النادي الاهلي ناخد كذا وكذا وكذا، على المستوى الشخصي نفسك في ايه، بتحلمي مستوى بيه؟ شخصي نفسي ان احنا نكسب الليج بتاعنا ان شاء الله السنه الجايه في امريكا، واخد تاني بقى كاس احسن بصيره يعني، ونفسي ان احنا بقى لما ندخل تاني البطوله بتاعه الان سي دبل اي ننافس فيها بقى بشكل جدي يعني. طب قولي يا سهيلة، يعني لسه الصعاب اللي انت شفتيه اول ما سافرتي لسه موجوده ولا نوت اكزيستنج وخلاص؟ لا 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 نوت اكزيستنج خلاص. خلاص يعني دلوقتي المشاكل بتاعتك الاكل الوحده الحاجات دي يعني اتعاملتي معاها لسه بتعاني منها ولا خلاص؟ لا خليني اقول لحضرتك ان انا شاغله نفسي قوي هناك بالتمرين، ما بقتش احس بالوحده، لان انا كل ما احس بالوحده بنزل اتمرن، فبقى خلاص بالنسبه لي. ما بقتش احس. انا كنت بتمرن 3 مرات في اليوم، انا لما عرفت ان انا ممكن في فكره ان انزل افريقيا مع النادي الاهلي عملت فتره اعداد لوحدي هناك. انا معايا 2 كباتن، واحد من امريكا وواحد من مصر بيتابعوني، فكنت واخده 2 بروجرامز يعني ماشيه عليهم مع هنا حتى هنا كده. مع هو فيزيكالي اكتر ولا فيزيكالي اكتر؟ ما هو التكنيكلي كنت مشغله مع الكابتن بتاعي هناك في امريكا الفولي يعني، بس الفتنس كنت واخده، كان كده كده الكابتن بتاع امريكا هناك حاطط لي بروجرام لوحدي، لان كان شايف ان فتنسي عالي فممشيش مع الفرقه يعني لو في فرصه ان انا اتحسن، فكان حاطط لي بروجرام لوحدي، وكنت بزود برضو من كابتن برضو تاني في مصر. فكنت يعني ماشيه الاثنين مع بعض، فكنت بتمرن 3 مرات في اليوم لوحدي، فما كنتش حاسه بالوحده لان ما كانش عندي وقت، كنت بصحى الصبح اتمرن اروح الجامعه اخلص اروح اتمرن ارجع اذاكر شويه واكل واروح تاني اتمرن قبل ما انام. ما فيش دقيقه فاضيه. مفيش صدقني كنت 12 دقيقه دي كنت ببقى في حته تانيه خالص يعني، ما كانش في وقت اكلم والدتي، فكان بتبقى بالنسبه لها كارثه. طيب يعني ايه الحاجه الحلوه اللي بتعمليها؟ ما هو مش كل الوقت تمرين يعني، اكيد في لحظه بتبقي عايزه تخرجي تاكلي حاجه يعني. كل شهر كده ولا حاجه. فين مثلا بتروحي فين؟ رحت كذا حته هناك، احنا الدنيا هناك في تشيكاغو احنا في السيتي نفسها، فكل المطاعم المشهوره جنبنا يعني، مفيش ربع ساعه تلت ساعه. فكنا دايما نروح ناكل مثلا سوشي او ناكل الحاجات اللي بتبقى في البلد نفسها. أيوة بقى البرجرز والحاجات دي كل شهر كده ولا حاجه. طب انت هناك مفيش اكل مصري بتحاول تاخدي زمايلك تقعدي تروح تاكلي؟ رحنا مطعم مصري مره، خليت ازاي؟ خليت الروميت بتاعتي اللي ساكنه معايا يعني تجرب الاكل المصري هناك، وعجبها جدا، عجبها الكشري جدا. عجبها الكشري؟ جدا جدا، كشري وكفته. كشري هناك بكام الطبق؟ ب 50 دولار بس؟ لا لا مش الدرجه دي. لا مش الدرجه دي. خلي بالك احنا الكشري هنا اكله المصريين كلها بيحبوها وسعرها مناسب. وانا كمان جدا جدا. هناك ممكن تلاقيه بقى طبق الكشري ده عامله رقم. يعني بالنسبه لامريكا يعتبر الدولار هناك زي بالظبط زي الجنيه. بالظبط زي الجنيه. طب قولي لي يمكن حته برضو من الحاجات اللي بقت ملحوظه عندك قوي الناحيه البدنيه. وزن كتير اتظبط، الناحيه البدنيه اتظبطت جامد جدا، حتى انت بتقولي البروجرام اللي واخداه بتنافسيه هنا هو فيزيكال. يعني هم ليه اهتموا بالجانب ده؟ يعني هم شافوا انت لو فيزيكال عليتي الفنيات هتعلى ولا ليه؟ ولا ده الطبيعي بتاعهم؟ هي
اكتر من ان هم كانوا عايزين انا كنت عاوزه. انا دايما حاطه في دماغي ان انا عايزه اقلل نسبه الدهون بتاعتي وازود نسبه العضل بتاعي، وده في الموضوع ده بقالي كذا سنه مركزه. مركزه ودايما ماشيه مع دكتور تغذيه ودايما ماشيه مع فتنس. انا من وانا صغيره تقريبا بتمرن تمرينتين لوحدي، تمرينه النادي الاهلي واخرج اتمرن تمرينه الفتنس بتاعتي. فانا حتى زمان كان شكلي مش كده خالص، يعني انا اتحسنت كتير. السنه دي قاعده معايا مختلفه خالص على السنه اللي فاتت، دي حقيقه. يعني فهمت اكتر بقى. طبعا انت في مصر غصب عنك والدتك ممكن تعمل اكل تضعف مش عارفه ايه، انت هناك لوحدك. بالظبط، هناك لوحدك بقى، فكنت ظابطه قوي بقى. بتاكلي ولا ظابطه؟ يعني مفيش وقت ان انا اكل حتى هنا، انا نزلت على الافريقي على طول. مش هتسيبك ماما، مش هتطمن الا لما تاكلي الاكل بتاعنا. صدقني صدقني ما حصلش يعني. ما حصلش. طبعا انت محافظه على الاكل لان الاكل مهم، هي اكل وتمرين مش بس. دي حقيقه. لا من غير الاكل ما مش هتوصل لحاجه قوي يعني. فانت محافظه على الموضوع ده وماسكه في بيدك وسنانك عشان تفضلي محافظه على الفيزيكال، لان انت شفتي الفيزيكال بيبقى بالظبط. بالظبط يعني كان عندي دايما حافز جدا هناك، يعني كان دايما كابتني يقول لي انت عندك المهاره كويسه قوي، بس يعني ما قاليش حاجه دايما على الفيزيكال، بس يعني بما معنى الكلام ان انت لو حسنتي نفس فتنسك اكتر كل ما هتعلي اكتر، يعني انت عندك الفرصه انك تبقي حاجه. طبعا يعني. طب خليني اتطرق معاك لموضوع تاني، يمكن جمهور النادي الاهلي برضو بيتساءل. طبعا في مجموعه من اللاعبات غادروا النادي او ما اتجددش معاهم في النادي، انا مش عايز اتكلم في تفاصيل الموضوع، ولكن اللي خد قراره ده قراره هو يسال عنه، ولكن بيطمن على فرقتنا، شايفه عندنا سكواد يقدر يعوض اي حد، شايفه فرقتنا، شايفه اللي طالعين من تحت، انت برضو بنت النادي وشايفه، شايفه فرقتنا بخير؟ طبعا فرقتنا بخير. يعني بص، هو قرار هم يعني كل واحد مسؤول عن قراره، ان هم يعني دي حريه شخصيه ان هم يعملوا حاجه زي كده. بس احنا فرقتنا نطمن عليها. بالظبط، احنا فرقتنا كويسه، واعتقد كابتن حمدي هيدعم الفرقه باثنين، اللي سمعته هيدعم الفرقه باثنين محترفين، وهم نفس الكلام هيدعموا فرقتهم باثنين محترفين. فاعتقد المنافسه بس هتبقى عاليه السنه الجايه، بس ده ما يخوفش. يعني ايه المشكله ان المنافسه تبقى عاليه؟ عادي يعني الحمد لله. على طول النادي الاهلي خلي بالك في منافسه، ما هو احنا كنا بننافس السنه اللي فاتت الصيد. الصيد فبالظبط. فهو لو ما بقاش في منافسه مش هيبقى في. بالظبط يعني سبورتنج احنا طالعين، طلعوا معاهم في كاس مصر 3-2 او في الدوري 3-2، فما فيش 3-2 السنه اللي فاتت. بالظبط، ما فيش ماتشات تبقى سهله، ودي حاجه كويسه لمنتخب مصر، يعني ان هي تبقى ما فيش ماتشات سهله. بس انت شايف ان السكواد يعني يستوعب طبعا اي غيابات واي شيء؟ طبعا. وده اللي يهم الجمهور خلي بالك برضه. احنا كل واحد بيتحمل قراره، وده قراره مع نفسه، هو يتحمل مسؤوليه قراره، ولكن احنا بنتكلم عن فرقتنا ودي اللي تهمنا يعني. بالظبط. وخلي بالك برضه انت ان شاء الله السنه الجايه ممكن تلحقي برضه نهايه الكاس، ممكن الحق كاس مصر او كاس مصر لو خلص يا رب بدري شويه الموسم هناك تقدري تلحقي. طيب قولي لي على المستوى الاكاديمي، خلاص نخرج شويه بقى بره الرياضه شويه، عامله ايه هناك؟ لا ماشي كويس الحمد لله. ماشي كويس. الجريز بتاعتك كويس؟ كويس الحمد لله، ما فيش اي مشكله والامور ماشيه. لا لا الحمد لله. حابه تخلصي وكملي في اللي بتدرسيه ولا؟ انا كنت بفكر اعمل ماسترز، بس لسه خطوه ما مش جديه يعني معايا. طب لو عملت ماستر تفضلي تلعبي في الجامعه؟ افضل العب في الجامعه زي ما انا. زي ما انت. الماستر ممكن بياخد قد ايه، سنه ولا اتنين؟ سنه بتهيألي. سنه يعني ممكن تعملي ماستر وتفضلي فريق الجامعه وكل حاجه. بالظبط. طب هل ممكن في جامعات تقول لك ما بديش سكولارشيب في الماستر؟ يوجوالي بيدوا يعني كده كده، طالما ليا المنحه ان انا العب هناك، هم 5 سنين من حقي ان انا العبهم، فانا هخلص جامعتي في 3 سنين ونص ان شاء الله، فهيبقى لسه قدامي سنه ونص من حقي ان انا العبهم يعني تبع الجامعه، فطول ما انا من حقي ان العب تبع الجامعه بيدوا المنحه. بيدوها لك. بيدوها لك، خاصه انت يعني احسن معده في افريقيا دلوقتي، انت رايحه لهم افضل كتير من قبل كده. بالزبط. طيب عايز اتكلم برضو عن علاقاتك بصحابك هنا في القاهره، يعني انت لما نزلتي اكيد صحباتك حاولوا يتواصلوا معاكي، تخرجي معاهم، حصل؟ هم على طول كانوا بيتواصلوا معايا من وانا هناك، يعني كلهم مفيش حد ما اقدرش اقول ان هو ما كانش بيتواصل معايا، كلهم كانوا بيكلموني، كلهم كانوا بيدعموني، كلهم اتفرجوا حتى على ماتشاتي هناك، كانوا دايما يقولوا لي بعت لنا اللينك بتاعك وكده، فكانوا كلهم يعني بصراحه معايا على طول يعني. مفتقده جدا. بس يمكن السوشيال ميديا دلوقتي احسن كتير من الاول. يعني الحمد لله. سهيله بجد انت نورتيني وشرفتيني، وكنا سعداء بيكي جدا جدا، وبجد انت بقى حاجه تشرف. ربنا يخليك. شكرا قوي والله، انا مبسوطه ان انا كنت مع حضرتك النهارده. لا ده الشرف لينا، واحنا سعداء وبننتظر اللحظه اللي تكوني فيها في مصر عشان تنورينا وتشرفينا. شكرا. تسلم. شكرا قوي. اعزائي المشاهدين، ده كان لقاءنا مع احسن معده في افريقيا، نفحت كتير وتعبت عشان توصل للمستوى ده، 3-4 سنين في غربة في امريكا، وطورت من مستواها الفني والبدني حتى وصلت للمرحله اللي حضراتكم شايفينها. قدوه للسيده المصريه والبنت المصريه خارج مصر. واشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.